محبي وعشاق منتخب سوريا، يا اهلا ومرحبا فيكم. اليوم راح ارد على الاستاذ مازن الريس المحترم والمحب لعمله، حكى كلام كثير حلو وكثير واقعي، ولكن نحن بعيدين عن هذا الشيء. وكمان عتبي على استاذ علاء محمد، بعتقد شوي صغيره قسى عليه بالكلام للاستاذ مازن الريس. موضوع الثاني عن مجيد بوقرة، مين هالشخص؟ مع احترامنا الشديد، يا هل ترى هو اللي راح يدرب منتخب سوريا؟ والنية بعتقد رايحة لمدرب وطني. رح نحكي شوية تفاصيل على كل حال بحلقة اليوم. اتمنى تشاركوا المقطع على السوشيال ميديا وضغطونا على الزر لايك واشتركوا معنا بالقناة. فايزا يا شباب بالاجواء الماطره والاجواء الرعديه، اجواء اسطنبول خرافيه. تمام، راح نحكي شويه تفاصيل على تصريحات او الحلقه اللي نزلها الاستاذ مازن الريس على قناته. شخص محترم جدا لابعد الحدود، انا بعرفه من زمان من قبل ما يفتح فيسبوك ولا يوتيوب ولا اي شيء ثاني، بس لكن هو بعتقد ما بيعرفني بزياده. المهم حكى بحبتها على المنتخب السوري يعمل 1 2 3 ليرجع للتصفيات. طبعا هذا الكلام اللي حكاه يا شباب هذا حقي كان كمشجع وكمتابع لمنتخب سوريا، وحضرتك واي شخص عم يشجع منتخب سوريا، الاستاذ مازن الريس حكى باسمي بصوتي وبصوتك وبصوت كل الجمهور، لانه نحن حقنا ضايع، نحن حقنا ضايع. وقال بصرف عباره لازم الاتحاد السوري يشتكي لمحكمه الكاس. هون ركز لي على الاتحاد السوري. تمام، نحن ما بنعرف ندافع عن حقنا. فيني اختم لك الفيديو او الخص لك الفيديو بكلمتين نضاف، منتخب سوريا او اتحاد سوريا ما بيحسن يدافع عن حقه، ما عندهم هالخبره، ما عندهم هالتعامل، ما عندهم هالاسلوب مع الناس. الاستاذ مازن ريس حطك بالصوره، قال لك عندك 1 2 3 إذا عملتها فيك ترجع لتصفيات كأس العالم. بس يا أستاذ مازن ريس، وشكرتك أنا على الفيسبوك على صفحتك، وبرجع بتشكرك حاليا على المعلومات اللي قدمتها حضرتك وبعض السادة المحامين. تمام، لحد هون لحد اللحظة الكلام جميل. إذا اتحاد السوري لكرة القدم ما حسن وما مانع على اتحاد، وهذا واجب مو انه مونة ولا شيء تاني، هذا حق، ما مانع على الاتحاد الاسيوي ليغير موعد مباراة كوريا الشمالية وميانمار من الساعة 4 للوحدة وعشر دقائق. فكيف انت عم تطالب الاتحاد السوري لكرة قدم يروح على محكمة الكأس ويطالب بفتح تحقيق وإعادة الأمور انسى. انا بقول للجمهور انسوا تصفيات كاس العالم، انسوها لبين ما يجينا بطل قومي ليشيل كذبه 2030. مين هالبطل؟ الايام القادمه رح تثبت هالشيء. والاتحاد السوري حاليا باقي على منصبه حسب ما سمعنا من المطبل والمزمر واللي بيحكي بوتشين وبرايين وائل عقيل. تمام، قال لك بجوز يكون في ترميم، ابقى على صلاح رمضان، ابقى على عبد الرحمن الخطيب شحاد المنتخب، والله يعطي العافية على كل شيء عمله بالملف المغتربين، هذا واجبه. تمام، وبعض الشخصيات الثانية ترميم، يعني رح يكون في كبش فدا. انتوا معي بهالكلام، في كبش فدا، الاتحاد رح يترمم وصلى الله وبارك لبما يكمل الدورة الانتخابية لبما الله سبحانه وتعالى يفرجها على الناس. هذا بخصوص ردي على الأستاذ مازن ريس. وبعتقد أنا الأستاذ محمد علاء محمد شوي يعني تفاعل مع الموضوع، وأنا طبعا أنا أصغر مني أقيم أو أحكي على أي شخص، خاصة الأستاذ علاء محمد. طبعا هو له توجه سياسي وبعض الناس لها توجهات سياسية وأنا لي توجه سياسي، ولكن بالنهاية
لازم نلتقى بنقطه معينه، ان كان هو موالي، ممكن انا معارض، ولا كان شخص ثاني، اي طرف ثاني. بالنهايه الشخص ما عنده كذب يا استاذ علاء محمد، ما بيكذب، ولا همه لايكات، ولا همه مشاهدات، ولا همه شيء. بيحكي على حبتها، ان كان خبر سياسي، ان كان خبر اقتصادي، ما حكى بالاقتصادي يمكن، الا بما بتلميحات بسيطه، بيحكي بالرياضه، بيعطي بحبتها، وبيحكي بقى الكلام اللي بيحكيه. بعد فتره بتشوف الكلام صار على ارض الواقع. فبعتقد انه شوي استعجل الاستاذ علاء محمد بالحكي، على قلبه مليان الزلمه علاء محمد حقه. ليش والله في ناس لا تفقه كرة قدم صار يوتيوبرية وصار عندهم الخبر الحصري وما بعرف شو. بعتقد انه استاذ علاء محمد استعجل. انا هذا انا برجع بقول لك استاذ محمد، اذا حضرتك شفت الفيديو انا ما بقيم الشخص ولا بحكي عليه، انا اصغر من اقيم اي شخص تاني. تمام. الموضوع الثالث، الاسم المقترح، شوف المطر، اللهم صل على النبي. المقترح اللي عم نشوفه على السوشيال ميديا، مجيد بوغرة قد يكون مدرب لمنتخب سوريا. انا واحد بس، انا ما بطالب بهذا الشخص، ما احترامي الشديد لشخصه لا تاريخه شو ما كان عنده. هذا على شاكلة نبيل معلول، انا بتمناه ما يكون مدرب لمنتخب البراعم. هيك سبحان الله ما نزل لي على معدة. برجع بحترم بحترم هذا الشخص، بس بتمنى الصفحات وهالشغلات والكذب اللي عم يصير، ما حدا يقترح هذا الاسم ليكون مدرب لمنتخب سوريا. جملة وتفصيلة، الأسماء المقترحة بتدريب المنتخب السوري قد يكون مدرب إسباني أو مدرب برتغالي. هذا الكلام صح، ابتعد عن المدرب الوطني، وأنا ضد مدرب الوطني مين ما كان يكون، أنا ضده، لانه راح يعمل شرخ ما بين الجمهور، وراح نرجع للواسطات ومن هالكلام اللي ما له طعمه. طب اذا جبنا مدرب اسباني بيعتقد يا شباب انه راح ينجح مع الكره السوريه، ليش؟ اسوه بقطر، اسوه بالعراق، يعني مش حاله مع المدربين الاسبان. اما البرتغاليين بيعتقد انه مو مدرسه السوريه، يعني احنا ما عندنا مدرسين الصحة القوية يا شباب، ولكن بعتقد وان شاء الله تعالى المدرسة الاسبانية بحكم انه اسبانيا ادواها قريبة على الدول العربية، قريبة تقريبا المناخ والحضارة والتاريخ هالكلام الجميل اللي بنحكى. تمام يا شباب، تمام. يعني مجيد بوغرة يعني بتمنى ما يكون مدرب سوريا، يعني هو مثل نبيل معلول، يعني إذا قلنا يا شباب درب بأحد الدوري القطري نازل الرابطة، يعني ما بعرف مين، ما مشي حاله. يعني لو كان في خير كان درب بالجزائر الحبيب، مع احترامنا لكل الشعب الجزائري، ولكن نحن عم نحكي رياضة. تمام. المدرب الإسباني إن شاء الله راح يمشي حاله، لأنه مشان اللاعبين المغتربين، مشان يستمر الملف المغتربين من هالكلام. أنا راح أنهي الفيديو، ضلوا بخير يا شباب، لأنه صرت مي إلا شوي. السلام عليكم ورحمة الله.